واحد بيقول قداستكم تقولون انه لا يوجد قداس السماء لانه لا حاجة الى قداس، فكيف نادى الابرار من تحت المذبح في سفر الرؤيا؟ مش معناها ان في اباديس، لا، كثير من الابرار بيدفنون تحت المذابح في كنائسهم، لكن في لما نقرا سفر الرؤيا نلاقي ان في السماء ما فيهاش لا هيكل ولا مذبح. اقرا سفر الرؤيا صفحه 21 كده وما فيش حاجه غريبه.